جميلة منك. يقول التاريخ ومحلاه التاريخ كيف خلد اللي استحقوا التخليد، انه بورقيبة الله يرحمه وقت اللي زار امريكا قال له جون كينيدي انت ابراهام لينكولن تاع العرب. يا اخي جاوب بورقيبة وقال له انا لست سوى رجل عادي جاء من شعب عظيم. لا لا الله يرحمك يا زعيم ربي، وقت اللي تسمع كلام كيما هذا انت حتى لو كان تبدا تصف في التراب وطيح لك المورال والدنيا عاكسه معاك، كلام كيما هذا يهزك لفوق، يجنح بيك، يخليك في قمه النخوه والاعتزاز بروحك. ارفع راسك وكبش، شد صحيح واحلم وعاند الريح وما تسلمش، راك تونسي حر وجدودك رجال اب عن جد جدعان ما يخوفهم حد. يا جماعه او قالها اخيرا، قالها الكلمه اللي نستناو فيها، تي هي مش كلمه حرف، حرف تعرف شنو هي؟ لا 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 ما تجيب بلا، وكلمه لا نعم فاطمه ما تجيب بلا، وان شاء الله ما تجيبش البلا لبلادنا. ايا قال لهم سي يوسف الشاهد، قال هالهم لا بالفم والملاء. والله جميله منك سي يوسف، يا شاهد على العصر، يا شاهد على النوايا الخبيثة لبعض الدول اللي تحب ترجع تونس الخضرة لمصب نفايات متاع إرهابيين وقتلة ومجرمين. قال لهم لا، لا معناها لا، نرفض إحداث مراكز لإيواء اللاجئين على أراضينا. محلاك ربي يقولها كلمة الحق وإحنا معاك، قول لا لتدنيس بلادنا وإحنا معاك، قول لا لستمسرة بتاريخنا وحضارتنا وإحنا معاك، قول لا التهميش وخنق حريتنا وكرامتنا واحنا معاك. يا سيدي ما عادش خايفين باش يتشدقوا علينا بكا زوز فرانك نتاعهم، تي بوزيد مكسي بوزيد عليك يزينا من كف وكعبه حلوه، فاضل كاسره ومن الحقره والتلاعب بمستقبلنا ومستقبل صغارنا. شفتوها الوقفه نتاعو؟ موهر موهر مع ميركل، موهر وهره بصراحه، وهره واقف هكا الند الند ترقل ميركل اي ترقل ونص غير منه، وانت خاطر في عمرك هو رئيس حكومه وانت وانا رئيس جمهوريه قلبك بتاع الميديكالي. يا ولادي يا ولادي طبعاً نرجع لك، طبعاً نرجع لك الناس ما تعلقش. اشطر كفاءاتنا وخبراتنا وعلمائنا من عنا اللي عايشين عندهم، غادي من عنا احنا ولا يحبوا ياخذوا اللب ويلوحونا القشور. فدينا راه فدينا من الدنكيس والسلف والخزره الدونيه، رانا عنا خشم، عنا خشم ما يكسروا حد. وانا والله العزيز وكان ثبتوا معايا راكم شفتوا اللي سي يوسف ديجا عنده خشم كبير. بربي لا تطيحوا يا سي يوسف، بربي لا تطيح خشمك لحتى حد، تونس راي امانه في رقبتك، وانا واحده من الناس والله والله العزيز لا نسامحك قدام ربي كان تطيح لنا خشمنا قدام. هز هز راسك وعلي صوتك بالغناء، لسه الاغاني ممكنه، هز راسك وقول لا، خلي تونس تكحل وتحرقص وتلبس احلى ما عندها وتتزين وتكيد العزال. ومازال مازال قال لك هيك دبلوماسيه بدات تفيق من النوم، ددش تحبي تلاغي ميسالش مي كمام، المهم الرخله والبيعان والشريان في حقنا لا، والتمثيل الخايب والمصطنع والماسط لا، والدوسيات ولي كونترال مشبوهين اللي يتسربوا تحت الطاوله لا، والفم اللي يضحك قدامك والسكينه مخبيه ورا ظهره لا، وهات نتناقش والند للند مرحبا، وهات نتحاور ونلقاو حل للغول مع بعضنا مرحبا. وبربي يا سي يوسف ما بيناتنا بربي ما تنساليش حكاية الخشمة، ووعدني قدام التوانسة الكل وعد شرف، وعدني كان سألوك ولا شبوك نهار من نهارات بشخصية تاريخية عظيمة ومهمة، كون تونسي حر ولد حرة، وقول لهم أنا لست سوى رجل عادي جاء من شعب عظيم. تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا وكذا، ما نرجعوش لما كنا فيه من تناحر، لأن تنفض الأمة من تحس وتتفرد والدولة تضيع هيبتها ويطمعوا فينا الدول، ونرجعوا لما كنا فيه قبل الحماية. هذه بين قوسين عيب واحد يجي يتكلم بعد الموسيقى تهزنا الاخبار متاع ماضي ساعه. اما قبل نحب نسال